السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما على مواضيع على السلاكة، يعني سامحونا عن هذا ما كتبناش فيديوهات، يعني أصلا أنا ما شتيش كافة فيديوهات وخاصة كي ما تنتج. يعني سبحان الله العام هذا راهو أسوأ عام شفتو في حياتي، في حياتي نقول في حياتي ماشي أعوام، يعني العام هذا سبحان الله ماني فاهم فيها والو، يعني بغض نظر على عدم انتاج، يعني لا اشتري نتجو ماتوا، مي حتى من اللي الكبار ثاني يعني ماتوا فيهم شويه، ماتوا لي شويه ما تفهم والو. الجيل تلقاها حامه بيض، العشيه تلقاها ميته، سبحان الله العظيم. مي معليش، هذا يعني مش حيفشلنا ومش حي يعني حيحطمنا، مي سيدنا اصرار وربي ان شاء الله نكملوه حتى ان شاء الله الموسم القادم ان شاء الله نبدا الموسم القادم تاعنا ان شاء الله من هذا. والسؤال اللي يجي اللي يطرحوا علينا بزاف، سلك اسكو انت باريو يفرقوا بين الذكور او الاناث؟ انا شخصيا يعني خفيف ظريف، انا شخصيا راني نخليهم هك صيف شتاء خريف ربيع، مهم هك قاعدين هك مع بعضهم، مال في مع بعضهم. مش كان كنت صيد مجمعي، كان صيد المقلين، المقرين كي يجي يجيني يجيني فرق، يعني ما شاء الله يعني مجموعة كبيرة. باش نفرقوا إناث واحد وتكون أنا نخليهم هكا للعام الجاي إن شاء الله، هم في سقاط يعني نشوفوا كشريشات هنايا هكا على الطريق السريع كيما يقولوها السوارة، فوالا طاحوا في سقاط. ها هما ريشات، ها ها ريشات صغار كبار يعني بالكتالوج، مي ما حد لهم والو هنايا كي العادة. كي العادة نفس الأكل، الاستحمام هاي النافورة تمشي، الماكلة هي الماكلة، ندعمهم شوية يعني خيار وشوية سلطة، يحبوا ياكلوها ياكلوها ما يحبوش ياكلوها هاي قاعدة تنحيوها. هذا مكان أنا هذا بالنسبة لي، وش حنقول لكم أنا عطلة سعيدة، وفي انتظار أسئلتكم إن شاء الله. اللي باغي يسأل كاين فيديوهات خير ربي يسأل فيها وحنا نجاوبوه وخلاص. سامحونا الله غالب وقدر الله ما شاء فعل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.